أعلنت الهدنة لكنها لم تعرف إلى جبهات القتال في شبوة سبيلا، بينما كانت تتحدث وسائل الإعلام عن بدء عملية وقف إطلاق النار المحددة يوم أمس الماضي. كانت الميليشيا تقوم بقصف للعديد من المواقع التابعة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المحافظة. وبحسب بيان لهيئة أركان الجيش الوطني، فإن الميليشيا ارتكبت العديد من الخروقات وأطلقت صواريخ الكاتيوشا على مواقع اللواء 21 ميكا المتمركز في محافظة شبوة، ما تسبب في جرح 4 من أفراد اللواء. وأضاف البيان أنه في إطار الدفاع عن النفس، ردت قوات اللواء على مواقع الميليشيا، ما أسفر عن مقتل 4 من عناصرها. قد يختلف الوصف من استمرار القصف إلى خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، لكن الحال في الميدان لم يتغير. تأهب واستعداد ومباشرة للحرب وإطلاق القذائف للتصدي لمحاولات الميليشيا التسلل إلى مناطق سبق وأن دحرت منها، كما هو الحال في جبال الصفراء شرقي مديرية عسيلان التي حاول عناصر الميليشيا التسلل إليها وتم صدهم.